الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب بأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والطلة وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة احنا عملناها. وارجو من حضراتكم التعليق ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنعمل دوت ان شاء الله رضاكم. واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاءنا النهارده هيكون على اختبار زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي بالنسبه للاسمنت واي نوع اسمنت ايا كان. هنطبق عليه نفس الطريقه مع وضع في الاعتبار الطريقه او المواصفه اللي انت شغال بيها. هنطبق مع بعض فيديو احنا قدرنا نعمله مع الناس بتوع المعمل زمايلنا. فهنا لو نتذكر ان الراجل هيبتدي يشتغل يوزن ال 500 جرام بتوع الاسمنت. طبعا زي ما احنا عارفين هياخد وزنه 500 جرام اسمنت ويبتدي يضيف لهم الميه القياسيه اللي احنا جبناها لو نتذكر في اللقاء السابع قدرنا نوصلها عن طريق الكيرف ونقدر نحدد كميه الميه. هنلاقي كمية المية هتختلف مع حاجات بسيطة خالص بالزائد او ناقص ملي 2 3 زائد او ناقص حاجات بسيطة. يعني ليه النسبة دي هتختلف؟ الملالي او الملي الصغير دوت في بسبب نعومة الاسمنت، لان نعومة الاسمنت ممكن تبقى في نعومة عالية او نعومة قليلة، لان الاسمنت طبعا مش كله انتاج واحد فبتختلف. يعني عشان كده بنعملها اختبار حاجه اسمها اختبار النعومه اللي هو عن طريق بليل وان شاء الله هنتكلم فيه مره ثانيه. هو الراجل هنا ما شاء الله ودلوقتي بيجهز كل حاجته وزن ال 500 جرام اسمنت ويبتدي يظبط الجهاز بتاعه عشان يتاكد ان هو جاهز للشغل ما فيش اي خلاف. بيظبط الجهاز بتاعه زي ما احنا قلنا طبعا في المره اللي فاتت لما كنا بنعمل الاختبار بتاع تحديد المياه القياسيه للاسمنت. بيظبط الجهاز بتاعه والاختراق طبعا دوت ال 4 سنتي او ال 40 مللي بينزل فيهم ويوصل لغايه حد معين الا وهو 6 زائد او ناقص 1. طيب في حاجه هنا عايز اقول عليها مهمه جدا قلناها في الاختبار اللي فات وبناكدها تاني في الاختبار ده، بس قبل ما نتكلم عليها هشوف الراجل عمل ايه. وزن الميه بتاعته اللي هي 144 مللي وهو يشوف ال 144 مللي دولت يحسبهم مع بعض ونشوف يعملوا كام في الميه بالنسبه لوزنة الاسمنت اللي هي زي ما قلنا 500 جرام. وهيبتدي الراجل المعمل هيبتدي يشتغل ازاي. يحط الماء الاول زي ما قلنا وبعدين يضيف الاسمنت وبعد كده يبتدي يخلط الخليط بتاعه في الميكسر المجهز اللي هو متعاير وفي طبعا الاستبوس زي ما احنا شايفين وبيظبط ويبتدي يشغل المكسر بتاعه ويشغل 90 ثانيه على السرعه البطيئه. وللتاكيد برضو ان الاختبار دوت بيفرق عن النظام المصري، ان النظام المصري الخلط يدوي برضو بقى كده تاني. هو خلط كده 90 ثانيه الراجل المعمل اهو بيرفع الكفه بتاعته ويشوف لو في اي حاجه لازقه في جناب المكسر يبتدي ان هو ينزلها تحت في المكسر من تحت. الزمن ده يستغرق معاه بالظبط 30 ثانية، يبقى 30 ثانية بطيء وبعدين 90 ثانية بطيء وبعد كده 30 ثانية توقف فيها خلالها بينزل الحاجات اللي في الجناب. يعني طبعا قفلنا الصوت بتاع الميكسر لان صوته عالي جدا فعشان ما نوجعش دماغ الناس اللي بتتابع لو في حد بيتابع معانا ومهتم. طبعا بعد ما وقف 30 ثانية ونزل الحاجات اللي في الجناب بيشغل تاني 90 ثانية بطيء. إذا إجمالي الخلط كله على بعض من بداية ما بيحط المية في المكسر ويضيف لها الأسمنت كلها 3 دقايق ونص، بيبتدي ياخد العجينة بتاعته ويروح يعبيها في المولد المجهز كده اللي احنا قلنا عليه من فوق 7 سنتي ومن تحت 8 سنتي بديومتر والعمق بتاعه 4 سنتي أو 40 مللي بالظبط بتساوي المسافة بتاعة المسطرة بتاعة القياس. وبيسويها طبعا من غير دمك ولا هز زي الكود ما بيقول. احنا قلنا احنا كده شغالين بالمواصفه اللي هي 196 بار 3. هيبتدي يعمل اختراق العجينه هيسنطرها في نص القالب زي ما حضراتكم شايفين
وعمل اختراق للإبرة وعنده حاجة من الاثنين تحصل، يا إما الإبرة توصل للزيرو معنى كأنها طرية، أو إن هي تبقى ناشفة وما تخترقش حاجة خالص، تبقى 25 أو 30 أو أكتر، أو إن هو يلاقيها لسه بتتحرك فينتظر عليها 30 ثانية. إذا حصل 30 ثانية ووصلت المقاس اللي هو عايزه ده تمام أوي كده العجينة زي الفل. ما وصلتش وقعد 30 ثانية كده العجينة بيرميها ويبتدي يعمل عجينة تانية بنفس الطريقة ويشوف هي ناشفة هيزود كمية مية ولا هي طرية هيقلل كمية المية اللي هو اشتغل بيها. هو كده الراجل لما عمل الاختراق بتاعها حققت معاه الرقم، شفناه على المسطرة تقريبا عاملة 7 ملي، فما شاء الله كده العجينة عنده بالنسبة له كده سليمة وجاهزة ان هو يشتغل عليها، عشان هو دلوقتي اخبر ان عمود البلانجر اللي هو عمود الياس وابتدى يحط الابرة المستخدمة، هي ابرة زمن الشك. الابرة دي بتبقى الديامتر بتاعها بالظبط لو قسناها يبقى 1 ملي وتقريبا و13 من 100 يعني. ادي هو بيصفر تاني الراجل ده ما شاء الله عليه، بيصفر على الجهاز عشان يعرف ان الاختراق هيبقى 4 سم. طيب امتى هو هيعرف ان الجهاز ده او العجينة دي وصلت لزمن الشك؟ هو برضو حاجة عمل حاجة جميلة جدا ان هو حطها في مية لان هي طالبة درجة رطوبة معينة عشان عن طريق اختبار ان الرطوبة ما تقلش عن 95% ودرجة حرارة المكان اللي شغال فيه يبقى 20 زائد او ناقص 2، ده الكود الاوروبي بعكس المصري. دلوقتي مسك الستوب ووتش وابتدى يجرب الاختراق تاني لأول اختراق للعجينة عشان يشوف قال زمن الشك ده ولا هو ما شاء الله بيصفر. اهو الراجل بيصفرها جت عند الصفر، معنى كده المشوار ده هو ال 4 سم اللي هو لونه قالب رفع، هيسنتر العجينة في نص القالب ويرجع تاني يحطها عند ما شاء الله ما شاء الله، يبتدي يسيبها حرة ويشوف حققت قد ايه. بسم الله ما شاء الله كده حققت ايه هنا كده حققت الرقم، هيبتدي يسجله، يسجل ايه انها مدياله زيرو، لما اديته زيرو معنى كده ان هي طرية، هيبتدي يعمل محاولة تانية يستنى مثلا نص ساعة. يا طب امتى هو يبدأ يعمل اختراق للابرة؟ هي تعمل اختراق للعجينة ديت من غير الابرة بعد تقريبا 45 دقيقة او ساعة من بداية اضافة الماء للاسمنت عشان هو يحسب الوقت بتاع زمن الشك بداية من اضافة الماء للاسمنت، بيعمل محاولة تانية يشوف هتعمل قد ايه. طبعا هي لو قالت معاها هيبتدي يقلل الوقت اللي بيقرا فيه، يعني بدل ما كان برضه هنا جايبه له تقريبا واحد يعني ابتدت تقول العجينة تشك. هو بيعمل كده بيجرب اختراقات كتير علشان لو حققت معاه الرقم اللي احنا هنقول عليه دلوقتي عشان الموضوع ده هيبقى ذو اهميه اللي هو يحقق 6 زائد او ناقص 3 يعني من 3 ل 9. الموضوع ده هتكلم فيه وكنت بقول عليه من شويه في موضوع مهم هنتكلم فيه، انا هسيبه دلوقتي وهقول الموضوع ده ايه. بيعمل اختراق تاني للعجينه. هو الراجل ده شغال بالنظام الاوروبي يعني مطلوب لها عشان يحكم على المياه القياسيه 6 زائد او ناقص 2، وبالنسبه لزمن الشك الابتدائي 6 زائد او ناقص 3 يعني من 3 ل 9. هي حققت معاه هي السبعه، ابتدت العجينه عنده يسجل، هيسجل طبعا الزمن اللي هي عمل فيه اختراق ويرجعها تاني ويسيبها عشان يبقى يتابعها مع زمن الشك النهائي واللي هيشتغل فيه. هو الراجل ما شاء الله ناصح شايل الابره وابتدى يحط الابره الخاصه بزمن الشك النهائي. الابره ديت ما شاء الله هي عباره عن حلقه، والحلقه دي بتوصلها ابره بنفس التخانه اللي هي بتاع سيلينج تايم اللي هي 1.13 ملي، وهو بيثبتها الابره وابتدي بقى يتابع زمن الشك النهائي. المهم قبل ما اخش زمن الشك النهائي في حاجه مهمه جدا عايز اقولها مع حضراتكم، ان احنا المره اللي فاتت لما قسنا المياه القياسيه قلنا المياه القياسيه تبقى 6 زائد او ناقص 1، وده معظم الناس متفق عليه ما فيهاش اي خلاف، لكن هاكم ديت المواصفه ديت اللي هي رقم 196 بار 3 لسنه 95. الراجل هنا طالب فيها المياه القياسيه، طالب فيها تيجي ازاي 6 زائد او ناقص 1. هجيبها لكم هي تقريبا في الصفحه التاسعه، لو انا قلت المره اللي فاتت كانت في نفس الصفحه، الصفحه التاسعه اهي، ادي
العجينة القياسية كام؟ 6 زائد او ناقص 1، يعني من 5 لـ 7 اهي مكتوبة اهي. water content until 1 is found to reduce a distance between blanga اللي هو عمود القياس and basbillet اللي هي القاعدة اللي عليها الكون of 6 زائد او ناقص 1 ملي وتسجلها. يبقى 6 زائد اللي هي نسخة كام؟ ناخد بالنا حضراتكم اللي هي نسخة 95. طيب بس كده؟ لا مش بس كده، اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ان هو النظام الاوروبي. هناخد بالنا من دي، شوف ايه حضراتكم 196 بار 3 2005 اللي هو التحديث بتاعها بتاع 2008، يعني النسخه دي اتحدثت. طيب اتحدثت في ايه؟ هقول لحضراتكم اتحدثت في ايه؟ يعني فين هي؟ اهي بص حضراتكم لو نتذكر العباره اللي فاتت هناك، هنا بقول ايه؟ water content 1 found the distance between blanger and basbillet 6 زائد او ناقص 2. 6 زائد او ناقص 2، يبقى الاولانيه بتاعت نسخه 95 بتقول 6 زائد او ناقص 1. مع حضراتكم في دي بقى في 2008 بيقول 6 زائد او ناقص 2، يعني الثانيه من 5 ل 7 ديت من 4 ل 8. طب امتى هستعمل دي؟ وهستعمل دي على حسب المواصفه اللي انا شغال بيها في المشروع اللي انا شغال فيه. ممكن مشروع اشتغل بيه بنسخه 2005 يبقى اشتغل 6 زائد ناقص 1. طب مشروع هشتغل بيه بالتحديث بتاع 2008 يبقى 6 زائد او ناقص 2. ده بالنسبه للميه القياسيه. طب الراجل زميلنا دلوقتي قاسي الميه قاسي السيتنج تايم دلوقتي، بس قاسه على كام الراجل ده؟ قاسه 6 زائد او ناقص 3. قاسه 6 زائد او ناقص 3، يعني من 3 ل 9، من 3 ل 9. جميل؟ جميل. اهو ديتيرمينيشن اوف انيشال سيتنج تايم. هيجيبه ازاي دوت؟ انا برضو شغال في نسخه 2008 عشان برضو ما يحصلش اي غلط او حد يفتكر ان الكلام خاطئ. لا، انا قلت 6 زائد او ناقص 2 او 6 زائد او ناقص 3 على حسب الكود اللي انا شغال بيه. اهي بيقول لي هنا في برضه معلش هطول في دي شويه. اهي which two distance between the needle اللي هي الابره and the best ما بين سن الابره والباس بليت اللي هو القاعده اللي عليها الكون او المخروط اللي فيه العجينه بليت از 6 زائد او ناقص 3. اهي ديت نسخه 2008. طيب النسخة الثانية اللي هي 2005 بتقول ايه 2005؟ نجيب اهي 2005، فين بقى السيتنج تايم بتاعها عشان اهو السيتنج تايم بهوات اهو بص بيقول زيرو ات ويتش ذا ديستانس بتوين ذا نيدل اند ذا باس بليت از 4 زائد او ناقص 1، يعني من 3 ل 5. ده في امتى؟ لو انت شغال بالمواصفة اللي هي رقمها 196 برد 3 لسنة 95 اهي، عشان بس تبقى الامور واضحة مع بعض، مفيش حد يقول ان احنا قلنا رقم غلط او لخبطنا في الحاجة. نكمل مع الراجل بتاع اللي بيعمل الاختبار. هو دلوقتي حساب القالب دلوقتي عشان يتابع عملية اختبار الشك النهائي للعجينة او عينة الاسمنت اللي بيعملها، عشان بقى يحكم ان وصل هو للفاينل ولا لا. ان الابرة ديت لما يجي يحصل لها حبس هو هيثبتها على وش القالب ويقفل. بروز الابره حوالين من جوه الحلقه في وسط الحلقه دي بتبرز 1 مللي، فبيسيبها حره على حسب تقل المتحرك ويشوف، بس هي مش واضحه معانا في الفيديو. اذا ناخد بالنا من دي حضراتكم، اذا الحلقه ظهرت في العجينه، اذا معنى كده ان الفاينل لسه ما حققش، يبتدي يتابع تاني كل مثلا ربع ساعة، يبتدي يعمل اختراق تاني ويشوف حققت ولا لا. طول ما في الحلقة دي ظاهرة، طول ما الحلقة دي ظاهرة معنى كده ان هو ما وصلش لزمن الشك النهائي، يبتدي يرجع العجينة القالب تاني، عمل اختراق ارجعها تاني لسه ما حققتش، يبتدي يسجل الوقت عشان الوقت ما يهربش منه.
ابتدي برضو هيجرب تاني يشوف الساعه ويروح الراجل تاني هيقرا تاني. طب هو لها هو هنا لا العجينه كلها القالب كله اتملى خرام من الابره فهيعمل ايه؟ لا ده قلب الابره المرضع على ظهره على في الجنب التاني قلبه اهو. نجيبها تاني نجيبها تاني برضو ازاي قلبها تاني اهو بص قلبها اهو ويبتدي يعمل لها. وعلى فكره الكود برضو يقول كده مش احنا اللي بنقول. يبتدي يعمل اختراق تاني بنفس الطريقه ان هو يخلي ابره زمن الشك النهائي تكون على وش القالب ويسيب الجزء المتحرك حر ويفتح مره واحده ويشوف هتعمل ايه. امتى يوصل للشك النهائي؟ في حاله ان سن الابره اللي هو بارز 1 ملي هو اللي ظهر بس في القالب. يبتدي هو يروح يسجل الوقت بتاعه ويشوف خلصت امتى. فهنشوف الراجل كتب ايه دلوقتي. اه ما شاء الله بيكتب الراجل اهو بيسجل كل بيدون حاجه بتاعته. كاتب هنا اسم العينه وكاتب التاريخ وكاتب اهو الانيشال بتاع العينه عمل وقت قد ايه. نحاول بس يظهر الرقم على قد ما نقدر. احنا طبعا مكتوب مع الشاشه قدامكم حضراتكم عمل قد ايه برده نشوفها لان غالبا الفيديو في اليوتيوب بتكون الكتابه مش شبه واضحه. ما انت عشان تشوف الفيديو واضح في اليوتيوب انقل الاوبشن او الجوده على 720 210 ما شاء الله والفاينل 270 210 اهوت والفاينل 270 دي هيبتدي يسجل. وشكرا واشكركم لحسن متابعتكم وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات الخاصه مع الطلبه واتمنى ان اكون وفقت وارجو منكم التعليق وما تنسوش متابعتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.